ربنا موجود. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم العشرون من شهر مصر المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 250 ميلادية استشهد الفتيان السبعة الذين من أفسس أهل الكهف، وهم مكسيموس وملخوس ومارتينيانوس وديونيسيوس ويوحنا وسيرابيون وقسطنطين. هؤلاء كانوا جنود الملك ديوسيوس، وقد عينهم على خزائنه لثقته في أمانتهم. ولما أثار عبادة الأوثان وشى بهم بعض الأشرار إلى الملك، فالتجأوا إلى كهف خارج المدينة، ولما علم الملك بذلك أمر بسد باب الكهف عليهم، فأسلموا أرواحهم الطاهرة بيد الرب ونالوا أكاليل الشهادة. وكان يوجد جندي تقي يعرفهم، فنقش أسماءهم وسيرتهم على لوح النحاس وألقاه في الكهف. وبعد نحو 200 سنة أراد الله إظهار أجسادهم لإكرامهم، فأعلم أسقف تلك المدينة في رؤيا الليل بمكان أجسامهم، وكان ذلك في عهد الملك ثأودوسيوس الصغير. فذهب الأسقف والكهنة والأراخنة وفتحوا الكهف، فوجدوا أجسادهم سليمة، وعرفوا من اللوح النحاس أسماءهم وسيرتهم وزمن استشهادهم، وتم تكفينهم ودفنهم بنفس المغارة. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. ربنا موجود.